بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. هر أم باسمان ما وبو باسي أحوالي مسند كتر أحوالي مسند إليه تواب ومبدئيا أم باسي الشيا شن خويا ما أحوالي مسند إليه من تواب كرد لباسي تر تأخيري مسلو ليه ليو باسك توابو، بس هن يك باس اكو بلي استطرادا هاتنا وباسي خلاف مقتضى الظاهر واجورش تانا ما كريت المجبور بوين هن يدري يجيب يبدين لو باسا. جائس امامي تفتازاني رحمة اخوائي لبي افرميه، ولما انجر الكلام الى خلاف مقتضى الظاهري أورد عدة أقسام منه. لبروك تزان باسك هروا رايك شرايك شاهتا هات سر باسي خلاف مقتضى الظاهر. بويا ابني إمامي قزوينيش رحمتي خوالي لبيلم كوتاي باسا تقريبا سيجوريكي لباس كدوه سيجوريكي كان بيالين تلقي المخاطب بغير ما يترقب يا تلقي السائل قسلق الكسيك أكي اشتيكي بيالي أو تشاوريناك أو بيالي خلاف مقتضى الظاهر يا فعلي ماضي أقرب مستقبل يا مستقبل أقرب ماضي يا اسم فاعل لري زمنه باسكاني أقرب أو شيء تقريبا هر خلاف مقتضى ظاهرة وحالتك شيء لكتاي وباسي كابيالين قلب جيغوركي لنيوان وشا هر كل باسي عكسي منطقية خندوتانا وشيء كخلت جيغي وشيء كو أو شخلت وجيغي أم بس ليرا جوازي كي هيا ليرا حكم كيش لقالي قصي كي تيايا نقبلي والله هر مجرد قريني وشكانا ام بخيت الجيقية و او بخيت الجيقية و هروانا نية بتفصيل اخوين ان شاء الله. جا ولما انجر الكلام الى خلاف مقتضى الظاهر اورد عدة اقسام منه لم باسي خلاف مقتضى ظاهرة وإن لم يكن من مباحث المستدي إليه. هرشان أم أقسامانك أم باسيك باسي مستدي إليه نين هرشان خوي موتوش مانا بيشتريش باس مان كردوتو مانا خلاف مقتضى ظاهر نموني غير مستدي إليه شهية وما نوتوا هرشان جيغ أم باس مان كردو. فقال خطيب فرمية ومن خلافي المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقبه يكلا خلاف مقتضى ظاهر أو يكا تلقي المخاطب بغير ما يترقبه أم تلقي المخاطب إضافة مصدر ولا مفعول يعني تلقي المتكلم المخاطبة يعني متكلم قصي أداب الري مخاطبة بجور الري تيأكا بجول مخاطبي أكا بغير ما يترقبه المخاطب بجولنيك أو تشاوريك ملائكي رفيق من هيا يقول ملاسي جميل ملاسي جميل فتخيل بيالا بيك وبوين يسأل دورو بري هلا بجي تازو شار الزورة زرايا لاي ما وصيك أي خوند يقول ما وصي ملا فايقي كاني سيف يادي بخير أخواته من يشكى بصيحته يسيش لا يزال ماوى باكي ملا عرفان أو ملا عرفاني كاد بويرة قصي بي درزي بي أود ما وصل ملا فايق قصي أود جميني دالس هذا الدرس سوشتي أود يتر ملا سي جميل شتوري أكر أميش لداخل أيو ملا ناسي جميل يشي يقول ما نستغفر الله من مولانا سي جميل نيم جاء أود تلقي المخاطب بغير ما يترقبه أولا ملا ناسي جميل أولا مولانا سي جميل قبعا صف الله من أونيو يشم أوني ترتو ريك جاء أم باسا أو باسا
جاء تلقي المخاطب بغير ما يترقبه شون ولا بحمل كلامه على خلاف مراده او قسيك كابراي مخاطب كردويتي تو بجوري كتليك يديتوا نك بوجورك او ايوه او ايوه قسيبك تو قسكي هلا جاريتو بجوري كتليك يديتوا باشا هل نصي قسكا بس وايل يا كديتو كمعنى هيك تريح يا او اوي مرادني كتوليك يا ديتو شتي كتري مراده والله انت واي هلا جري توالي كابي اما خلاف مقتضى الظاهره ونيا ايه او جاء اليرا ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقبه بحمل كلامه على خلاف مراده تلقي المخاطب بغير بحملي ألوي إشكاليك يا ألوي برسيك يا ألوي جاريك حرفك جر تعلق ببسيبة متعلقك همان أو حرف جر حقني يا جاريك ترباس بكريته تعلق بسيته بنفسي متعلق حرف جرك كباس كرد تعلقي بس بمتعلقك معقولني جاري كتر أو حرف جر همان أو حرف جر بكار بيني توبو تعلق بو نفسي متعلق يسيما اللي رد دو جار حرفي باء مان هي هاد دو جارك تعلقان بس توبا بيشا وبابلين بتلقيوا تلقي المخاطب بغيري وتلقي المخاطب بحمل كلامه هاد دو كان بانية ها ايدي او جوانيه امام تفتازانش افرمي والباء في بغيري لتعديتي وفي بحمل كلامه لسببيتي كابي معنى كان جوازا قيناك قينا بحسب صورتها دو كان باء بس ما دام معنى كان ينجاوز قيناك اشكالك لكيوايا لوايك حرف كان يك حرف بن بهمان معنى بهمان معنى يعني سم مثلا بائي كم بو تعديه بيو بائي دو مش بو تعديه بيو معقول نيه بائي كم بو سببي بيو بائي دو مش بو سببي بيو معقول نيه حالي بوي ياري اشكالك چيا بوي امامي تفتازاني بو حالي ام اشكاله افلم بابا جان اصلا باء كان بيك معنانين بائي كم كبي غير ما يترقبه وبو تعديه بائي دو مش بحمل كلامي بو سببي دي تواوي ترك اشكالك انا ما اوه اي انما تلقاه بغير ما يترقبه بجور الروي كدو تكابراي مخاطب او بجور تشاوريناكا شون بسبب انه حمل كلامه اي الكلام الصادر عن المخاطب على خلاف مراده بجورك هاتو وقسكي اي بجور اللي يقداوتوا او ما بس يونيه او ما بس يونيه جا وانما حمل كلامه على خلاف مراده يسدي ربر سيارك اميه بو متكلم واكا بو بو حمل كلام مخاطبك بوجورك ببي تواني او ايبي اي عاده الانسان اگر قسيه كي كر قسك معناه شي بو بي وتويلك دي توا كسي ستو ببي تواني او اكي او خلاف مقتضى الظاهر اي بو واكي ايش افرمي تنبيها على انه هو الاولى بالقصد وكو بيجي كابراي مخاطب زور اگي لخوي نيه حق نيه او قسل دمي او بيتدر بو معناه كي خوي گركيتي حقا آبا معنا بيتدر كمن قرأك ما من چوني اللي قدم وقسكي حقا آوا بيتدر نك أو جو خوي چوني أو آوا بيتدر شوك أول لايقي مقامك سياتي متكلم مخاطبة غنية رونا بوشي وايليكا اللي لبرو بلي بكسي برانبر بمخاطب بلي كاك جان أو قسكة وكردوتا بو جوريك خود أتوي لايقي شخصيتي تونية بو جوريك من ليك يدمو بو شخصيتي تو باش رونا تنبيها للمخاطب على أنه أي أن ذلك الغير هو الأولى بالقصد والإرادة حازكي هوش دارية بدأي بكسي برامبر كقسكي كردوا بيجي بابا جان ليك دانوا يقسكي تو آبم جورة باشك من ليك يدموا هرچن جاوازة لويك خو مبسته بس اويك مبستيتو يا او باشنينا والله او باشنينا أما باشا كمن ليك يدمو بي أم معنى يسباب شين سر هناك شاهدك بروني تيغنك أو عبارة يعني وكوشي كقول
قبعثري يا قبعثرا قالين قبعثري يكيك لجماعة خوارج وتويتي بحجاج كر يوسف ثقفي جاء وقد قال الحجاج له متوعدا وتي بي وتي لأحملنك على الأدهمي وتي خوا أقدار أبي كوتو زنجير بكم خوا أقدار لأحملنك على الأدهمي حجاج هرشيكر لأم كابرا أم قبع ثرايا أم قبع ثرية وتي أبي لأحملنك على الأدهمي يعني لأحملنك على القيدي يعني واغلي أكم ناچار ببي كوت بكري أكم السجنو بند أكمو كوت وزنجير اللي ملو بيودس وقاش كشتي أكم هرشي لي أكا باشا أولي شي أمشالي والله خو بالفعل مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهبي والله يقول من راسك أو هل خوت وشيته بس با أدهم بمعنى قيد نبي بمعنى أسبو معيني الرشبي چکه زور طبيعي انساني د صلات دارو فرمان روا اس پو ماين يزور او د صلات يزور خلق سواره کا جار له سواري مايني رشو جار سواري اس پو مايني سپيو او يسل احملنك على الادهمي عليك وتو زنجير اكم اي شله والله من ممنون مكتوب من سواري اس پو ماينك يبوچ کو اوله تو وشيته بابا ام هر شبي معنا شي من يكي بيد صلات تو يكي بيد صلات شي يعني اگر کوتو زنجير مك يعني كي چيه او قصه هیچ لایقنیه به مقامی تو او ایک لایقه به مقامی تو او ایک تو گوری خلق خلات که نه خلق کوتو بند که باشا جالین گوایا ام قبع ثریه لباخی که لگل که ملک لجماعتا که خوی دانشتون کاتی ایتر کم کم خری که تریو برسیل و مرسیل پی اگا یکی لخلقی کورکه باسی حجاجی کرد أيشوتي اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه أي خوايا روي الرشكي خوايا ملي ببرين بتيو منيش لا خواني بخوموا جايتر أم قصي أنا قيان لحجاج أيشتي تو أو تو تيارا والله بس بخوا مقصر مو نبو بلم تو مقصر تريك أبو تريك تريك لو مرحلة صوز بو هر برسيل أبو أيتم خوايا الرشيكي شكتار رشنا بيناقا اي دوايا قتالي شي نكيتو ناخري اي اسقني من دمي شي يعني لو السركو دو عيني شربتيك اي قرن لو شبخمو خو مخسر متو نبو كروتي بيقرن اما والله لا احملنك على الادهمي اي شي والله مثل الاميري يحمل على الادهمي والاشهبي اي شوتي كرو ويلك انه من حديد او تو ولی چی من باسی ادم و اشهبی اسب و ماین نکم باسی گوشت کی من باسی آس نکم آسن ایشتی ای یکون حدیدن خیر من ای یکون بلیدن تو ولی میش حزکم اسب که چایی تیج بی نگیر و جو جو گیج بی حزکم اسبی که تیج راو بیاو وریا بیاو اسبی گیر و گیج میباشه قربان کرودی بیوان بی بس نو يا خسيان قيدو ميدكان كلا دسيوتي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين كروتي فريدا وتي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فريدا نسرزبي سيرك فايدين يا شاري دميناك هرشي أو يجيتي أو ريك أي خاب ببيتشوانك يا سيدي هذا باسكا تشيا كاسيا قسيكا كا تو ايش دي قصكي بجوري كي تليا كده تو جواز لوكا خوي ايوه حجاج هرشي كردوه لو قبع ثريا وتيوتي بيبن كوتو زنجيري كان ايوش تيوتي والا بياي وكوتو هاللايقي او يخلق سواري اسبو معين كا او تيوتي لا احملنك على الادهمي ايوش تيوتي والا بالفعل من ايش هالممنونم چوك وهلتو وشيتوا بس ادهمك او ادهمني كتو قركتك قيدو كوتو زنجيرا بلكو ادهمك كمن قاليم اواب يباشا معناكي شوك امان لايقي شخصيتو مكانتي توي تو اميري ودا صلاة داري وفرمان روايو بيايو بخيطة سجنو يعني خيشيا او مهمك اسبو معيني بديت يسواري بيو غرغراني بيوك باشا ملاقيان دي الله دي لأحملنك على الادهمي يعني القيدة ادهم لي رب معنا قيدة جهذا مقول قول الحجاج
كقول القبعثري للحجاج وقد قال قال أو مقولي قولك يتي لأحملن على الأدهمي بلام قبعثري وتي مثل الأميري يحمل على الأدهمي والأشهبي خلق سواري معيني الرشو معيني سبيو أوشتانيكا إيرش هذا مقول قول القبعثري تو جايسة چيك الدوام فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد أمهر شي حجاجي بعنواني بلينو خلات ليقدايوا فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد وكبيجي لبريوا هالرشي ليبكا بليني كيداتي دياريه كبداتي وتي لا أحملنك على القيدي نك يعني كوتو زنجيرو أكم يعني خلات أكم وأسفي كي باش أدمي باشا أدي وتلقاه بغير ما يترقب مواجهي أم حجاجي كر بقسيك بشيوازيك أو بوجوري تاورينيكر يعني يسك أبراك وتي لا أحملنك على لهدهمي تاوري بيتريش بوخي بارت تخوا قربان جواسي كوزو زنجير مكي وتي والله قربان من تير ممنوني تو مدسي خوش بيا خواو أي خوا جزاب داتو هل أخوة وشيتو خلق سواري أسو ماينكي بيتلقاه بغير ما يترقبو باشا دي بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهمي وشيء أدهمي بمعنى قيد لغندا وقبع ثري وتي أدهم بمعنى أسفي أدهم أسفي أدهم الذي غلب سواده حتى ذهب البياض لو سرت إلى دايك بنو هني توكي سبي بيا ويا بلا دواي برا 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 كشتي الرش بيتو سبي كان ديار نامينن أسفي أدهم يعني أسفي الرش باشا وضم إليه الأشهبة لبال أدهمك وشيء أشهب شي بوز يالكر أشهب يعني أسبي سبي الذي غلب بياضه باشا لبرو بيجيك كاك أدهم هرب معنى أسب يا باشا نك بمعنى قيد أقد شو كاك بمعنى قيد بيتو هرشيكي بس بمعنى أسب بي مجدما ديتي خلاتم أكي وعدما ديتي جابا بوشي بلي ملا أدهمك بهر بمعنى أسب بي أها وشيء أشهب شي خصوة تبالي ملايان كأشب حتما هر أسبي سبيه جاكما عدم هو أسبي سبيه أبي أوكش هر أسبي رشبه نابي بمعنى قيدي ليك ديتوا رونا جاو مراد الحجاج إنما هو القيد بلعام أويك حجاج ما بسيبو بريتيبو لكوتو زنجيركا فتنبه على أن الحمل على الفرس الأدهمي هو الأولى بأن يقصده الأمير اليرى أم قبع ثريه هو جداريه داوتي قربان بخوا لا يقيتوني باسي كوتو زنجيرك تو يبو دا صلاة داريه ومنش بو بيد صلاة تيه كوتو زنجير جيه بو باسي شتكي قورت الناكي كلا يقبي لقى المقامي خوتا تو خلق خلاط كي باشا نا خلق كوتو زنجيرك كوتو زنجير جيه خلقي بيد صلاة ولكن يكون لك ان يكون لك ان لو مرحلة ان يكون متوكل ان يكون لك ان بحسابي خوي ان يكون لك ان يكون لك ان با لك ان يكون لك ان سبحان الله ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ابن يكون نديم ان أحسنت لك ان يكون إنه والله خدنا قالت أي شيء كم يعني أحسنت إلى العصفوري نك أحسنت يعني اللي دا دسي خوجه أخذته أحسنت يعني دسي خوجه شاكل بيكا بس ما قلت إنه والله خدنا أحسنت يعني أحسنت إلى العصفور كنوكش شو كي بوكش تاي ترى فقيره هيش بس ما دام نوكش أحسنت إليه أدي قالت ناكم ما بس أويا حتما كابري ادي او خوشي قسق اللوايا خوشي قسق اللوايا انا خوتو علي على خلاف مراده اما كتو ايكي ريك بيتواني ويسي كسي برام برا اما بشيك لفيل فيل ها سليق وعقل وزكاوتي انسان بو اوك
چون سرنجی کسی برام بر راب کیشی خوی لهنی موقفی زحمت و ناراحتی درکا هو فیل فیل خلافی مقتضای ظاهره چون گویه تواو كوابي أي من كان مثل الأمير في السلطان وبسط اليد حتما فجدير به أي يصفد لا أي يصفد أدي بويا أم قسي حجاجي أبو جور اليقداوة غريكيتي بيجي چيبي غريكيتي بيجي من كان مثل الأمير في السلطان وبسط اليد هر کسی وکو ام فرمان روا آواد ده صلاتی هبیو ده سی برواو کرم و بخش مالی زوری لبه ده سابه فجدیرون بهی ای یصفیده لا ای یصفیده اوی که شایانو لایقه لگل شخصیتی اوی که خلق خلات بکا نه خلق کوتو زنجیر بکا یصفیده لا یصفیده صفدا بمجردكي بمعنى كوت كردنا بس بمزيدكي لبابي افعالا بمعنى خلات كردنا رونا هرچان وكو مشهورة لن فعل كخرا وسر بابي افعال بعكسو معنى كي اقوره بعكسو يعني اگر بيجم لمجرد كي معناه كي إيجابي تابي خص سربابي إفعال كابي بمعناه كي سلبي معناه كعكس بيتو لبي يعني على العموم أوالي دي بس أم ليرنا ولا أوالي نكردوا مثلا صفدا بمعناه كوت كردنا أصفد إذا باسي كوتي تيانا ميني باسي أبي باسي خلات مشهورة لبين علماء علين فعل أجر سلاسيبو كراب الرباعي وخماسي أو كاتب معنى الرباعي وخماسي كي أشيت بابي شره بلام هتا معنى سلاسي كي ليبقلي لباسي خيرا باسي كي وكوشي مثلا وكو وعد باسي خيره وتو اوعد اتربي باسي شر وكو مثلا قوي البناء يعني بهيزبو بس اقوى البناء يعني اذا انهدم معناه ده هروجان قوية اقوى كبوب اقوى ابي بمزيد فيه ابي بالرباعي بوابلم چوار حرفی اتر باسی اچ باسی شر رو باسی خیلی تیان امینه دی مطر امطر و تو مطر بارانی خیره و تو امطر اتر بارانی شر باشه ملگیان بلام ریشه که بی کاتیه که مجرده باسي شره بلام كبوبه مزيد باسي خير وكو امن مني خمانه صفدا باسي كوت كردنا بس اصفدا باسي خلات كردنا رونا امل الوسيان جاوت من ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقبه هروها ومن خلاف المقتضى تلقي السائلي أو السائلي عطف على المخاطبي ديارة باسي السائل خوة تزاني قصو برسياري ديارة بس باسي مخاطب نولا خوبة نتيجة سائلي شر مخاطبة بس سائل ببي مقتضى برسياركي جابي كتير يديتو نك ببي مقتضى قصيكا كدو يتي شكا باسي برسيارة هر وندا فرقة كيتي ناخو سائل شر مخاطبة تقصر لك السائل بكيه المخاطبينية بس لبرو خصوصيتك لشخصيتك هي كبرسيار كردنا اتركوا شخصيتك يسر بخو حسابي بوكينك وكو مخاطب انا امشي الباسي مخاطبة تلقي السائل بغير ما يتطلب يعني بغير ما يطلب
أم يتطلبوا يهربوا يوالي كدوا لبر ولا قل يترقبوا أبو جنجي أنا يتطلب يعني زور 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 قران بشيونه بس طلب يكجار داويك أو طوه يمش نالن بيوسكا تنجاري داويك أو جا توتلقي أكي بغير ما يتطلب يك جاريش بيه تورتواني بغيري أويك أو ويستويتي جوابك يبديتوه كابي يتطلب تنها لبر مشاكلو هيني عبارتك هيبيشو تلقي المخاطب بغير ما يترقب وتلقي السائل بغير ما يتطلب أوه أنا بيوسناك معنى زوري اللي بغيري ملايين بغير ما يطلب يعني واضحة داي جا تشون تلقي السائل بغير ما يطلب يعني كابرا برسياريك اللي يقدوي توشي لو للايك تروب ويديتوا أو تلقي السائل بغير ما يطلب أو داوي شيء كتر اللي يكاتو أشي جابي كتر يديتوا بتنزيل سؤاله منزلة غيره وكبيجي أو برسيارك توكدو تنا نا أو نا حقا عام برسيارب كي بامن جابي أم تبدمو أما ناك توكدو تا داني كتر يأو باشا إن شاء الله من وادانم تو أو برسيارتك دو يسي جابي أو تهدمو باشا أو التلقي السائل بغير ما يطلبه أو داوي شتيكي تري كردواتو أشي شتيكي تري أديت ولامي كتري أديتو وايا تنبيها للسائل على أنه هو الأولى بحاله أو المهم له حزق إلي ريش وشدارية بدي بكسي سائل بيجي بابيان بو حاليتو أأمان باشترا يا أمان قرنترا أنا بو من أتو أنا مجابي أيوش يبدون بس بوتو أنه والله أأمان باشترا يا أمان قرنترا وكوشي مثلا كقوله تعالى خواهي قورا أفرمي يسألونك عن الأهلة أم خلقا برسيارك لتو درباري أم قرانكالي شوازي مانا هل دزوية كيباري كي قوسي ودس بيكا حتى بربيتو لتشواردو بانزي مانا ودو أي همسل لنو أداتو كمي حتى ديتو سيد دزوية كودو أش ديرنا ميني أما چي أمباسة چي أمباسة چي يعني أو خلقك برسياري أن كردوا برسياري أمي أن كردوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج تو آوى جواب ينبدرو يسألون سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه برسياري أن كردر باري أم هيكليتي مانا بو حجمك كمكا وزيادك ولبرانبري شو تيشك كيشي زيادك وكمكا بو أوانش فأوانش حزت جوابي دانو فأجيب ببيان الغرض من هذا الاختلاف تبابة توي ولو برسيارة بقرن بيشن آمان جاكيشي نك هو كاركيشي بو تشي وايلي هاتوا رنگ يولو باست ينقن يا رنگ فايديكي نبي بوتان بس اويك فائده تاتو بزاني چي فائده و اسفاده لم حالت اكري اسا ام قران كاريه كبسر شكلي ما ناديو كمو زوري تيشكا كي برهمي چي ابي مثلا انسان توانه چي اسفاده كي ليبكا نك بو چي وايه او بو چي وايه كيف خويتي مثلا كي فلكي او سيبري زوية او اكيو تسر مانو برابر دا اشاري ديار ناميني و دعاي سلنو هم تسكا بيتاو و تراو خو مانك دركيو تيشكي روجي بي اغاو تيشكي خوري بي اغاو دركوي او مساله كي فلكيه مساله كي وكبلم هندسيشا بلان برهمي ام اختلافاتك بسريادي من شي استفاده ليكم من شي استفاده ككم لام غورانكاري كهاتوا فاجيب ببيان الغرض من هذا الاختلاف نك غرض بمعنى غرض اخوي ملجان حاليوي نغرز بمعنى غرز إخوائي تكوكو وتمان خمان أفعال إخوة معللنا كريب أغراز غاية علة أنا فأجيب ببيان الغرض من هذا الاختلاف وهو أن الأهلة أهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم كاكا كتو مانو لو شوازانا بيني تو اتواني بيكي بنيشانا تاكو كاروباري خوتي بيرخي كاروباري خوت وكو شي مثلا
قال مثلا من المزارع والمتاجر ومحال الديون والصوم وغير ذلك ومعالم الحج يعرف بها وقته. شون قاية سرتاي مانكب تسكو اوايا ايتر وكاك كاتي چاندني خيارة ايتر لو كاتا كاتي تماته اه دوائي كاتي كمانك پربو وغيه ناوراسي كاتي اوية فلانش تتري بيبكي پيني بكي مثلا دوائي كاتي اغيشت اخيرا كي جاري تر كاتي اوية شتيكي تري بيبكي مثلا بجاري بكي اوها يا مثلا تجارت لچي كاتي كابرين باشا لچي كاتي كابرينو باشا لچي كاتي كاموسمي چي برهمي كتا ام بچين بوي يا بوي نچين رونا ملاجيان يا كاتي قرز دانوا مانگه که آوا باریک بو قرض کی لیور گره دوای جاری کتر باریک بو قرض کی بدرو تبزانی که کابرا که قرض داده ولا سرتای مانگه نیوی مانگه آخری مانگه رجو صومو لرؤیته و افطرو لرؤیته ادیوانیا سنت لدینی اما همو ایام البیض بر رجو بین ایام البیض چون در که ملاجیان کاتی که مانگ پر بیته و ادیوانیا یا معالم حج يعرف بها وقته كاتي حاجة خوات زاني دي ماني ذي الحجة موسمك يو اتتو بيش اول سرطاك احتياتي خوب كتاب زاني كي بيه قيو دروش بجمير لسرطاي مانكا هاو دي امروش اتر او روشي ججنة دي ونيا اه. وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك ولا يسألوا عن السبب ملايين توبوشي أم باسو غوريبو أم خلقه كبرسياريان كردوه خو خوي بدياري كرأي أوان دياري كبرسياري شيك برسيار لسبب اختلاف أم شوازي مانو زوري وكمي تشكو روشنايك يك برسيار لسبب بوشي وهايا ام زیادو کما بو چی دروس ابی چون دروس ابی بو ام تیشک جاری وای زور جاری وای کما بو حزکان سبب کان پی بیجی بلم تو چی کردوا چی بلای غایت و غرزکا لبرچی للتنبيه على ان الاولى والاليق بحالهم ان يسالوا عن ذلك ولا يسالوا عن السبب اویک بو امان باشو شایسه حال و وضع امانه اویک الغرز غایتک پرسن نقل سبب هو کارک باشا تقول لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة. شكو أم برسيار كرانا قو أجا طبقي صحابي حزرة يجبن لو خلقانا نين قبل إشارة زي توابا لعلم هيئة أفلاك وأنا هيا تابي جيب باشي لأسباب كانت يبقن زوري أبيت يقيان دنيا وهاو كاتيش أويك خزمتي أوانا كابريتي لبرهمك أنك أسبابك أما شي برهمك ليه كويتوا دست نشان کردنی کاتی زراعت و تجارت و دانوی قرض و ورگرنوی قرض و باسی روج و باسی حج و علاقه به اوانوی او خدمت یانه کا چی کن لوکه بوچی تیشکا کا کما بوچی زوره بوچی باریک و بوچی قلاو بوچی پربوته بوچی کما بیو بوچی زیاو بیو اون چی و بعضی العلماء لرم ملاحظه کی انه سی ولا سفر ما اشتکی امامی تفتازانی علی لأنهم ليسوا ممن يطلعون كنت يمزور أدبي تيانيا ما بوشي أدبي تيانيا خو صحابة هم عالم نبون لهم مباسيك أيش أو جعل لمن يطلعون بسهولة بابا على بقى آساني ليت ينادى خوانا خواص يعني أوكتو يلي إمامي تفتازاني بين زاني و تعبيرك مؤدب عنا يو تعبيرك واقعي شبابا كتو هل أو نوت الصحابة خوناك أو بلي والله ما لم صحابة يا مشتي زاني فضي صحابي جواز لباسي علم سلناو همو صحابي حضرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خلقان کی دیاری کرایون هي مشهور باهلی علم و باهلی اجتهاد و باهلی قران و قراءته خو همي مشهور نيه بو ملج و اوشتا قيس نيه بو شانيان صحابي حضرت لهمو کس يا گورترن بل موضوع علم بس گيتره هاي بو بو خلق يوتيان نا ولا خوز گلي هر بيوتا والله ليرا لانه لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم شكو أم مسألة والله مي أو برسيارة هيج خزمتك نال الدنيا للقيامة أبو الصحابة يعني نقلي أنهم لا يطلعون أو يوتوا دي الله دي وكقوله تعالى ماذا مي مباسي دوش تمان كرملاجيان وتمان تنبيها للسائل على أنه أي أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو المهم له بس يدوشت معك دو. إذا هو نمونيك بو أولى بحاله.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ليرى وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك ولا يسألوا عن السبب أو آية نمني أو حالتية كما يح. وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون أم خلقا برسيارك لتو چي بدن بخير چي بار بدن بخلق چي بدن باشا قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل بابا تقول لو بقرة شي أدي بكي أدي أو قسقية أنا شي أدي زوري وكمي ونوعيته وأنا زور قرنية هرشان لها نكاتها قرنية بيقمان بيقمان لها نكاتها نوعيته وكميته وأنا قرنية بس أساسك أويك تو أمي كأيدي أتيب بقات شوينك لبي إسفالي اللي بكري أي شو أنا كيا أو كسانن كواخير كيان بيدي. إذا رجع خير كذا زكاة واجب به خلقاني كي دياري كراون لشرعة. أجر صدقات وخير عادة يجب به خدمة كردن بارا صرف كردن بيبو خدمة كاري دايكو باوكو أن شهر دبي. نك بمعنى بدياري كراي الزكاة شو كديار كذا زكاة بو دايكو باوكو ناش. واضحة. بلام أي كجرن عتو بكيا دي. نك شيء أدي. شيء دانك زور جرنية. يسألونك ماذا ينفقون. پرسیار کن لطیفشان چی بدینی ما توش پیان بفرمو چی بدین نه بکی بدین او مهمه چون هر چی آدی آبی بگات شونه کجیگه بگری او مهمه آن تو چی آدی یا چی ندی کیف خویت سألو عن بیان ما ينفقونه کشی لبرانبرو فأجيبو ببیان المصارفی بوشي ملاجان تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها بابا اوي كغرنغل لمباسا بريتيا لمصاريفك نك بريتيا لأصيشتك كتو اي بخش او نا بكي ادي ابي جيغا بغري بو چكو لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعه چكو النفقة وزكاة وخير وأمانة نتشيت جيغا كجيغا بغري هيچ يعني تولى شرعه هيچ نكردو واضحة كما ملايين على أن الأهم نأورك موافق عبارتك يا. تنبيها على أنه هو الأولى بحاله أو المهم له أو موافق عبارتك تويسا أو حالتي كم باسي خلاف مقتضى الظاهر بريتيب للتلقي مخاطب سائل بغير ما يترقب بغير ما يتطلب تواو حالة دوا ومنه أي ومن خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبلي بلفظ الماضي معناك يا ديار معناك مستقبلية بلام تودي بلفظ ماضي تعبيري ليك يوش خلافي ظاهرة حتما خلاف معنى استقبالي بيه بتعبيري استقبالي تعبيري ليك بابا بتعبيري ماضي بتعبيري ليك جابوهاكي عليه تنبيها على تحقق وقوعه لبرو حزقي بكسي برانبر بلي هوش داري بديتي اغا داري كيتو ورياي كيتو كوريا بباب جان امريكا من بيت اليم حسابك هر ايس رويداوا حسابك من نالم للمستقبل الرودا بس بويه بتعبير ماضي تعبيري ليا كم يعني حسابك هر ايس رويداوا كيش بريوا باشا تنبيها على تحقق وقوعه مستقبلي سيتحقق برام تو يسالي تحقق وقوعنا براو تو بس جابوية بتعبيري ماضي تعبيري لي اكم لبرو بيجي بكسي برام بر انباسا براو تو او ان يبلي والله تشاوري اكم نا والله هر ريداو تو قصيت يعني وكوتي مثلا نحو ويوم ينفخ في الصور روشي كفو اكريب الصورة اترسيد كيف صعق من في السماوات ومن في الارض بابا فيصعق من في السماوات ومن في الارض او روجك فو اقرب صورة ايتر هرشي لأرزو اسمانها يا لمخلوقات يعني همي قشتي تياتي بابا اما اللي تياتيوا قشتي تياتيوا لكوا تياتيوا قريك يتي بيجي بابا ام باسك محققة وقت شون اساشتي ماضي وتيا باريو تو هيج قماني كنية لبران باري تو بو او روي الله ايش اواب زانا هرشان ما بيتي لمستقبلا امشتا ابي برامتو هل اساوا دابنك باسك براوتو فصعقة رنا بمعنى يصعق
ومثله ويوم ينفخ في الصور ففزع كباسيري أو تقريبا تيكل كنيتيا أو لتيكشونيتيا ينفخ في الصور ينفخ في الصور هيش بلا مكان ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض سورة النمل آياتي هشتاو حوت باشا نمل آياتي هشتاو حوت وجب صعيقا لسورة إنايا وزان زمرة زمرة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض تفرقي إيرو أويتشيا يوم ينفخ بتعبير مستقبلي هاتوا دعي على فصعقة يا ففزع بعد دروس سربلين بلام ليره هاد عليه ونفخ في الصور فصعق هاد بلغ زي ماضي هاتوا أصي نفخ لكن نفخ كيش ليره يعني ينفخوا دي ومثله ومثله وإن الدين لواقع ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل هركو أم حالتي بيشوايا كتعبير عن المستقبل كرا بلفظ ماضي أم جاء تعبير أكري عن المستقبل بلفظ اسم فاعل يعني لبري أو فعل يقبليك دلالة لسر معناك مستقبلي بك اسم فاعل لي وكوشي مثلا وإن الدين لواقع يعني وإن الدين لا يقع يقعون وتوت يتي لواقع تواوى دي ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول هربا همان شيوا شون اسم فاعل دانا لشويني فعل مستقبلي اسم مفعول شتواني داني لشويني فعل مستقبلي فرق شيئا كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس يعني ذلك يوم يجمع يجمع ونيا مجموع يعني يجمع مكان يجمع دي الله دي نالي مكانا ملايين يعني لجيقا يعني أوش لجيقا أما مكاننا مالي أول زمانة وتباسي مكانك ومكانا مقصدي وشكانا يعني أوش لجيقا أوش دانا دي وليتيك داي مالي أبي أخوة إمامي أنا بيوتا بمعنى أهو أسان تربو أتي أو جاوها هنا بحسن بألي ري مقصيك هيبيك بدياري كراوي بدياري كراوي لباس اسم فاعل واسم مفعول كتو لجيكي فعل مستقبل يا دانني بألي واقصيك بلينشي بلين وهو أن كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبالي هيج قمان من لوانية كاسم فاعل واسم مفعول بمعنى استقبالي بكاردين يوانيا اسم فعل اسم مفعول معنى فعل مزارعين أي فعل مزارع يشبه حال استقبالنا به أوان جدبا وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع خمن نالم أمل أصل وضعك يعني وهاي ها بالله مكو استعمال استعمال ناكلين بو استقبال بمعنى فعل مزارعين قينا أصل وضعك باسي استقبالي تانية باسي اتصافي تانية أصل وضعك على قيب استقبال ومستقبالونية أدي اسم فاعل يعني ذاتك متصفة بمعنائك حدثي لسر جهة قيام مثلا أو اسم مفعول يعني ذاتي متصفة بمعنائك حدثي برام لسر جهة وقوع مثلا رونا باسي استقبالي وأماني تانية لأصي وضعا برام كتر اسم فاعل واسم مفعول لجماعتي أسماء متصلة بأفعال
عملا كان وكو فعل مشابه يعني بفعل مضارعه وتانا نخون دو باس انا قشتي لا ازار ولا صمديه ولا كتبه كاني بيشو دي كوابي اسا اسم فاعل اسم مفعول بمعنى استقبال بكارديان بلا بكارديان دي فيكون كل منهما واقعا في موقعه ملاجيا كابي هر كايمان ابو جوري باستقبالش بكار هاتن يعني هر استعمالي خويانا بو يجي ولا امان لشوني فعل استقبال يا بكاراتو خويان هر بو خويان او جوري استعمال يعني هي اتري يعني جيتو ولا امان لشويني شتي كيترا لانشو هر شويني كشويني خويتي كشويني خلقه واردا على حسب مقتضى الظاهري كابي امباسا هيش بيتشوانيكي مقتضى ظاهري تانية حال مقتضى ظاهر شو أنا أروها تو مقتضى ظاهر يعني شيء يعني بحسب الظاهر أم اسم فاعل اسم مفعول أبو استقبال بكاردين يعني ليه تعودي إيه ليه تعودي تلقي خلاف مقتضى ظاهر تيا ملاجيا ها رخنا كأيوة بلي شيء أم رخنا أيوة بلي أم باستو هي ناوتا باسي مخالفة مقتضى ظاهر نية بأشكر أبلي والله ماضي لشويني استقبال بكار بي مخالفة مقتضى ظاهرة من أو مقبولة من أو مقبولة شو كان ماضي يعني ماضي خبو استقبال بكار ناي إيوانية بلان اسمي فاعل اسم مفعول برا والله برا والله اسم فاعل اسم مفعول بو استقبال بكار كابي أجر بكار هاتن توبولي والله عمل شويني فعلي مستقبل يا بكار هاتن موالي هاد إشي خويتي هاد معناي خويتي إتي قيم المخالفة مقتضى ظاهرة مكردوها لم جيكا أم باسي خمانة باسي مخالفين مقتضى ظاهر نية دي كردو معنى يسا إن ما كردو تواهي تربوشي لم باسا باسي يكيتو ديارة رخنا كالي چي والجواب إمام تفتازاني شفرمي أن كل منهما حقيقة فيما يتحقق فيه وقوع الوصف بابا جاني يسا باقسي يكي تربكين بالم باسا لظاهر ومقتضى ظاهر أمشان جاري تولي قرره معنى الراسقيني اسم فاعل اسم مفعول معنى الراسقيني كيان شيا بريتيا لأصي اتصافك وانيا اتصافك ايش بو جوريك معنى ما كرت بو اسم فاعل معنى اكيه بو اسم مفعول ايش معنى اكيه بس بالنتيجة هرباسي اتصافه لبي على جهتي قيام ولبي على جهتي وقوع هرباسي اتصافه اما الزاربة اوانا اللي مضروبة هروانا انا هلو كان هرباسي ذاتيك متصفة بالضرب يكي كان بيها الساوي يكي كان كوتوبة مليا أو معنى الراسقين اسم فاعل اسم مفعول بلام وقد استعمل ها هنا فيما لم يتحقق مجازا استوليرا قركت صفتك بجوري بكاربيني يشي صفتك دروس نبو ملاجا باسي كيكي باسي مستقبل ديلا مستقبلا صفة لو كاتا دروس بخو يسبوني نية ايه او اتصاف هل يسوى اتصاف يشتيقي بصفتك لمستقبلا بو يدروس بي ابيه بحقيقة ابيه ها اي بچي ابي حرب مجاز ابي تو ملاي اي بوش بيد الملا ادي اي ملاش يعني او بابا جان تو علي على تو عالم ام نفر اي عالمي تشير كاك ان شاء الله بيبقى عالم مش عالمي تشير باعتبار ما سيكون في المستقبل كابي التحقق معنى لا مستقبلا ما دام أميدك فيه إمكانك هي قيتشك با أو صفتك لمستقبلا بأيك أسبي دينية قيتشك كابي مجازة لمباسا لمباسا مجازة كابي أسئيما أتواني بديوة كترا باسي مطابقي مقتضى ظاهر وخلافي مقتضى ظاهر بين شون مقتضى ظاهري اسم فاعل اسم مفعول أويك أقر بكار هاتن بو اتصافي محققي به اتصافي محققي نك اتصافي امكاني اتصافي محققي الشيء بريتيلا معنى الراسقي نك اخويا اسم فاعل يعني شيء يعني ذاتك بمحققي موصوفه بفلان صفات اسم مفعول يعني ذاتك بمحققي موصوفه بفلان صفات اي اللي انا بدو او اقرا اتصافه بياكن او ابي بي شيء ابي اتصافي كي مجازي جاء يش اتصافك بيان ابو كشيتو دي لي رو وصف ذلك هو مجازنيه أو خلاف مقتضى ظاهر نية ها جاء إمام تفتازاني أو جاب أورخنا يداته أليه أن كل منهما حقيقة فيما يتحقق فيه وقوع الوصف بلام وقد استعملها هنا يعني كل منهما
فيما لم يتحقق مجازا بو ولا تنبيها على تحقق وقوعه ان شاء الله هديه تدي دي تخلي غريبه هل اسوس فقيب دمي ما دام هديه تدي دي غريبه اسوس فقيب دمي انا باخوان اتوان اسوس فقيب دمي بو تشكو وصف يدان لكاتي تحقق معنى وصفيتك دي اسم معناك متحققني لمستقبله او معنى دروس به بس ما دام او مستقبلي محققه دلي غير حسابك بهذه اسبي دمي باشا رونيسا ديابت بحر بيت مجاز سنة بي هر أبي حالي هبي وهيج وصل كيساب لي دليم مثلا عالم دي استعالم خلدها تجدار عالم أو وفوق كل ذي علم عليم ما قال آوة من بقصر الملاكة بو يوتم ملاكة تكون ملا فينا فقينا ودي ملا بس إذا في علم ملا أبو تكون أمي ديك هي. بس أول واقعة أو سورة زين كي استشتكي. ديك كسي كي إسا عالم نبي نبي بيبل عالم. أنت وصل أوكاتي. جاء أنت نبي بمجاز حتما حتما نبي بمجاز. إذا تيجي أبي وصلش ده توش تبي أوكاتي. أوكاتا أبي بأعلم مثلا. أو أبي بحقيقة إذا تيجي أبي هر حقيقة هيج مجازي كي تانية. تواو أو باسي دوام اشتوابو باسي دوام چيبو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مثلا باسي سيام ومنه أي ومن خلاف مقتضى الظاهر القلب قلب چي ملاقيا وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه قلب بريتيا لجيغوركيه لن يوان دوشة أم بخيت جيغي أو أيش بخيت جيغي أم باشا بلام حكمك إيش حكمي أم بو أو سابد بي وحكمي أيش بو أم حكمي أو بو أو سابد بي حكمي أيش بو أو يعني هر أصلي جيغوركي كان يم مجرد جيغوركي جيغوركي لقل حكمي شا يعني أويك علاقي بأو هي بيدي بأو أويك علاقي بأوك ترانو بيدي بأوك نك هر اصلي جيغا كبو غوري هر حكم كان يكتريش ان بديتي كابي ان باس جواز لباسي عكسي منطقي عكسي منطقي زور على قيل الحكمانيه هر علي جيغور كيف كلا بيني وشكانه تو بس ليرا نا هاوكات كو وشكان جيغا كان غوري جيغا ما دي بو جيغا يشري بو حكم كان شان دي بيك اسال نمونا كان اي فين شونه وكوشي مثلا نحو عرضت الناقة على الحوض إخوي نبي وابلي أبي بلي عرضت الحوض على الناقة عرضت الحوض على الناقة يعني شي يعني أظهرته عليها لتشرب حوزة كان بيشان دا لبروا بشي أولي بخاته كان يكن بيشان دا لبروا أولي بخاته أولي عرضت الناقة على الحوض باشا حشت رقم بيشاني آوكدا بس نا كان يكن بيشاني حشت رقدا حوزة كم بيشاني حشت رقدا عرضته يعني أظهرته عليها لتشرب باشا يعني خصمة بيشاي بي بيني وكبلي بردم بسريا حشت رقدا إيسا خمان علينا علينا حشت رقم بردسر آوكا مرة كم بردسر آوكا بس عرصت الناقة على الحوض دقيق نية لروي زمان واني عرصت الحوض على الناقة شكو حوضة كاب يشاني ناقة كاردية نك ناقة كاب يشاني حوضة كبدري عرص شي عرص خسن الرونية تو دوكان داري اشتيك اخيت الرو يعني شي لي اكي يعني بيشاني خلق يدي وانيا بيشاني ادي حوضي داما وخو اتشي بيشانا دي دي الله عرض عرض يسأل يرى حكمك عرضة حكمك عرضة أو عرضة بو حوزك قنجا ونك بو ناقة كتي يسأتو أيدي بناقك واضحة بو تعلق با نا نسبة تيانية نا نسبة تيانية وليا بعرستو لهدو كان هرتوي بو تعلق قيناك بس بو إسنادنا والله نسبة تيانية تو
مكان عرضت الحوض على الناقة أي أظهرته عليها لتشرب خصم سريت أوكو أي خيب خوا جباش يسا أما باسي قلب ملاقيا أم قلب وكتو علي يك يكلا بيتشواني ظاهري مقتضي حال ونيا باش أم حالته حالتي كي مقبولة مقبول نيا هيش قيد مرجيه بو قبول يا هر وبرهاي شونا إمامي قزويني أفرمي وقبيله السكاكي مطلقا بلام لبرامبريش وورده غيره مطلقا إمامي السكاكي وتيتي والله من قلب في قبوله مطلقا اتبع هيش قيد ميدي نبي قولي سيام قيد بزيادة كاباشا على اقراو قيد هبو مقبولة اقراو نبو مقبولني بس جاري فلما كنت اشي نسا قولي سيام اجاتي اقل مطلقا كلا هدو قولكي في شوي يعني شي سكاكي قبوليتي قلب مطلقا وغير سكاكي قبولني مطلقا اي قولي سيام چيا قولي سيام على ان تضمن اعتبارا لطيفا قبلا وإلا رده اسازان مطلقا يعني شي ها يعني اعتباري لطيفي تيابي وتيايا نبي بلا امام سكاكي وهر مقبوله بلا غير امام سكاكي واعتباري لطيفي تيابي وتيايا نبي هر مردوده بلا قولي حق كخطيب قزوينيا فرمي اوياك تفصيل اغلبا سكاهي نمطلقا مقبوله وكو سكاكي فرمي نمقبل مطلقا مردوده وكو غير سكاكي فرمي بل كو ان تضمن اعتبارا لطيفا او قيشك قبل بلام والا اقرويت يعني برد ديالا ديالا وقبله اي القلب يعني قبل السكاكي القلب مطلقا مطلقا وكو اتمان ان تضمن اعتبارا لطيفا او لا داي بوتي وتيتي مقبولة وتيتي إنه مما يورث الكلام ملاحة والله من بويا قبول ما شو كشتيكي جوان براسي قصة جوانك يعني كتوباسك هلا جريتو هلا خوي اشتيكي غريبة غريب اشتيكي عنتي كو جوان هلا بوي لري واقعو غلطة بلام جوانيتي كدا بقس سرنجي كسي برانبر رايك شلو بوشي والي اخو ما نمجار لن منكان استعاري في شو امانو ابو حنيفتك ابي يوسف خلق شزانك ابو يوسف فقي امام ابو حنيفه معقول ما وصاب شو بيني بفقيو حليوي او جوره مبالغه كي على شان فقيك قي عاده وجه شبه وكوتري لا مشبه بيا بقوتره عاده جاتو بو قوتي بوني وجه شبه لمشبه بيك او كيف مشبه به بو قوتك انا حتما لمشبهك بقوتك شوك او ما مسايه ابو حنيفتك ابي يوسف نية ابو يوسفك ابي حنيفت بس يستو بو عكس كدوتو لبروا بيداني او معنى جوانا كأنما زور زور توخى معنى وجه شبهك لنا مشبه بيك يعني بو او اشيك بيكي بمشبه به بو ما مساكي خوشي اوه قرأت وابيشي إنه يورث الكلام ملاحة تو بلام ورده غيره أي غير السكاكي أي غير السكاكي مطلقة بو أشكال لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود باب قسكي وأقري أوكي قسي عرص الناقة على الحوض يعني عرص الحوض على الناقة إذا عرص الناقة على الحوض يعني نقيضي مقصود وعكسي مطلوب اشتوى تشونبي بلام والحق بايمل بين لبيني أمدو قولا نمطلقا قبولي كينوكو سكاكي نمطلقا اشردي كينوكو غيري سكاكي ألين شي ألين أنه أو باسي قلبا إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثتها نفس القلب تقول لأصي ملاحتك بقري بابا لأصي غرابتك بقري لأصي اشتغ عندي كوسر نسراكيشك بقري كأصي قلبك دروسي كدوها بس سر الرأي أوا إن تضمن اعتبارا لطيفا أو قبيلة اشتكي ناسكو جواني تريد يابو بيش قال أصي عندي كيو غريباتك كصورة تعبيرك بيشاني إما يداك عكسي كتايا كقلبي كتايا اعتبارك تري لطيف تيابو أو كات قبيلة وكتي ملايان عليك قوله وكو قولي روبيك الرعجاج عليك روبا علي ومهمة
مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. جاب داخل وبلم لمنهجي فقيو حجرة على العموم باقسبكين أنا إن شاء الله لهن يجي قوانية على العموم لمنهجي حجرة بداخوا أو تري ألفي ابن مالك تو نبي خطان وطن تاكي يا إخوانا تا إضافة تاكي ألين يوا أتا إضافة دي الحمد لله يدرو باش. طبعا لديري هسو هشتاوسي هسو هشتاوسي لا ألفي ابن مالك ابن مالك فرمعيش تيكي هي أفرميش أفرمي ملايين واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. ألي لهرك ضمير بو بشويني ضمير كان مدروس بو أو مدك هيا أجر مدك مدي غيري يعني دواي فتح نبو بلكو دواي ضمه ودواي كسره خوت أنا زانا لسر ضمير بتعبتي ضميري مفردي مذكري غائب إنه به أو هندي جار أجر ضميرك مضمون بو صيله يقدرو سبيله بيبيلن مدي صيله إتر يا واو ببي ضميها أك يا ببي كسرها أك جاء علماء أفرمون أقل لسر أعم جورة جيغان وستاي دس لصيلك هالقرة بس أقر فتحها بو مثلا أيها أيها هل بولي أيها ما يلي أيه باشا بولي أيها هاتشان هاي أيها لي أوها أزميرانية كخمان همانا بس باسي شيكين باسي هبوني مدو صلاة أكين لدويها أوى باشا جاء إمامي ابن مالك أفنه واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. صلة غير فتح حذف كمليا بس كي في سوى اضطرار ها أكر باسك باسي حالتي ناشاري نبو يعني لحالتي اختيارا أكر لسر ضميري صلة وسايب يترمدكي ليك روى بلي له بلي به مالي له به واضحة بس حالتي اصطرار يا بيش لي له بلي بهش قيناك لو جي قي ألفي ابن مالكا اگر بشنا سري سيركي ام دير الشعر هاتوتو ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه أرجاؤه سماؤه هل وابقي يشتوتو ملايين وي مفروض بريتي أرجاؤه سماؤه رونا بس يما يسي علاقي أشاهد ما ننية يما قصيكي تركين لرا باس بلاغيكي هل مقصد نبوك بزانا أم شاهدة هاوكات شاهدي بلاغية وشاهدي نحويشة شاهد النحويكي ألو جي قاية أدي كوقف كر لسر ضميرك لدوايا ومدهبو ضميري غائب عادة أجر حالتي اختيار بو و مدكيش كدروس بو لدوايا واو يا بو وقف بك واو يا كيلي كروا بلا ما قال ألف ولي قرباب مينتوا أما لحالتي اختيارا بس حالتي اصطرارا تخوالي قربا واو يا كيش مينتوا قيناك رونا دي الله دي ومهمهن يعني مفازة مهمه الله ومهمهن يعني ورب مهمهن شكا اسم عادة لسرتي كلامها أبي مبتدابي قال ومهمهن بس يسأل مهمهن يعني مجدودة بربة ومهمهة مغبرة أرجاؤه بخوا مهمها هني لا لا
هلا نبم هلا نبم كتاب ضياء السالكي لتر أوضح المسالكي ابن هشام ألا بأفرمي وقيل في سبب تسميته جاري خوي أصي مهمها يعني مفازة يعني بيابان بياباني تشولو وشكو دورو دريش هلا وقيل في سبب تسميتها بمهمها أن الشخص يقول لمرافقه مه مه على كاتك جريك تقسم قالت تخبص قسم ما جزار باريف كين وقت يقسم كردنيا تقول لو بيابانا دورو دريش قسم كردنا ونتر دم إنسان وش كاكا تلاقي رب بعد ما أو ترايك كتيات يربو خمان بيبقسم كنا سرفينا كين على بويا بما فاز على مهمها مسألة أعوي كبرى برفيقي خوي لو رجع بيابانو تشولو هلا على مهمه يعني بس هو نقسمك نار مهمها يعني مه عن الكلام اكفف ديان اي طبعا مفاز يعني قرب سري دي مفاز يعني بياباني تشولو بياو بيلو الروم هيك يعني مغبرة يعني متلونة بالغبرة بالغبرة غبار برلا تابوتوس أرجاؤه يعني أطرافه ونواحيه جمع الرجاء مقصورا نك رجاء رجاء باشا أرجاء يعني أطراف نواحي كأن لون أرضه سماؤه أو بشي كما شاهد يمني ملاجا أم بشي دوما شاهدك يمني كأن لون أرضه سماؤه كأن لون أرضه سماؤه يعني كأن لون أرضه لون سمائه على حرف مضاف أي لونها أي لون السماء فالمصراع الأخير من باب القلب يسبابين سر شاهدك يخمان ألي رقلبي تيا حتما كأن لون أرضي سماؤه يعني شي ملجا ولا رني أم زوية لرني آسمان شي تباسي بيابان ناكي أي رني زوية لرني آسمان شي يعني شي ها يعني شينا ليش أرزي بيابان شينا أي قرأت بيشي شي كأن لون سمائه لون أرضه قرأت وابلي بس قلبك كدوه إيشاك رني آسماني شو أكو رني زوية كوايا بو اشکال تبوتوس لام بیابانه حالاسی آسمانه کاش کشتی خلایی که وقت او شپولی خالو تبوتوسی کدی بسر ولاتی خو من عیسی بینین ارزو آسمان کشتی رو کو ارزوای کشتی تو زایی کوابی که آن لون سماایی ها لون ارضی ها قصه ک آواه او مفازه او شیانه نه ولله رنی آسمانه کی و کو رنی ارزقی وایه کشیم یه جولار رنی ارزقی و کو رنی آسمانه کی وایه دیو قلبه تواوا ادي بري والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه أمرنك يسبع أسمان دراوة بخوهر وكورني عرزك واية بو تكوي شرط بوت وزاوي بو باشا دي الله يسوى قلبي تيابو يانا باشا أم جبابين سر باسكي خمان أم قلب مقبولا يانا بلا إمام سكاكيو مقبولا يتباسي إيش مكا بلام غير إمام سكاكي في قبولنيا بس قولي حق لسر أويك أجر اعتبارك لطيف تيابو جواز لباسي أو ملاحتك لأصيق البكادر سبي أو كات مقبولو أجر تيانبو مقبولنيا جاء سبزانين أما اعتبار لطيفك تيايا تيانيا أفرميه والمعن والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك اخو خوش تانزان مع ان الارض اصن فيه اعتبار اللطيفة كتشيال يرى اعتبار اللطيفة قال يرى اويك امرني اسمانا بجور التبوت وزاوي بو وقوراوة بشي اوياكاتو بكي بمشبه به رني ارزي بيو بشبهيني هرچن بخواهيش قمانشي تيانيك او رنى بو زوي اصلا نكبو اسمان كابي حتما لزويات وخباسي تبوت وزاوي نكلا اسمانا بلا ما كوب يوم وتنو كو أبو حنيفة كأبي يوسف أو مبالغة إتيا يسوي اعتبارك لطيف نية أدي واضحة
امش مبالغه کیا ل توخی تو زاویبون رنگی اسمان بجوری کتبت وانی بیکی بمشبهه بی بو ارض هاشن ارض خوی بو خوی معنا کی تیا تو وقت رهی اسمانو و ایش اصل لباسک تواو و الا بلم اگر ام باسا ام قلبا ان لم يتضمن اعتبارا لطيفا حتما رد بو تشكلي انه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها تشكل لا دانا لمقتضى الظاهر اي مش ثم نهمو لا دانيك ابي نكتة كتابي بس نكتة كابي يعتد بها بها ادي حسابي بو بكري وكو تشي والله اللي ريش وكو كقول القطامي يا قطامي بهرج جورك يا اخوان ليتو عليه فلما ان جرى سمن عليها كما طينت بالفدن سياعا فلما ان جرى سمن عليها شيخي نفرمي خاوني معاهد التنصيص الله يمدح بها زفر بن الحارث زفر بن الحارث الكلابي حين أحاطت به قيس بنواحي الجزيرة وأراد قتله قفي قبل التفرق يا ضباعا ولا يكو موقف منك الوداعا قفي فافدي أسيرك إن قومي وقومك لا أرى لهم اجتماعا فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة أم كفيو كفيو فلما أن جرى سمن عليها باسي حشترة أشمل أجيان فلما أن جرى سمن عليها وإتر جوابي أول ما يشاه الذي رشعرك كدواتر دي علي أمرت به الرجال أمرت به الرجال ليأخذوها ونحن نظن أن لن نستطاع يا أمرت به الرجال ليأخذوها أو جوابي لما كي فلما أن جرى سمن عليها يعني كبينيم أو حشترة قلوب جرى سمن عليها يعني خروخ والبوه قلوبوه بزي قرتوه تشوري قرتوه كما طينت بالفدن السياعة خوي للراسية كما طينت بالفدن السياعة يعني كما طينت كما طينت بالسياع الفدن أوه كما طينت بالسياع الفدن فدن يعني قصر بالخانة كوشك سياع يعني ها قديم هبو يسن ماوا كاتي خوي كسربان هنا كرامل اجيان يا دارو ديوار ام لبغو قسو ما سنبو قديم قريان بو اقرتوا كاين تي اكر اتر بو خوي هم سربان يشان في بان ادا وهم ديوار يشان في سواق ادا او سياع يعني او يعني او قروكا كتيقل يكن باشا كما طينت بالفدن السياعة آخر كاكا كما طينت الفدن بسياعي بأوابي اللي وكو تونتو قصرك بأو قرى سواق داوة إخو ديارة قصر بقر سواق دري كشي اسم علي چي اللي هاتوي قرو كاكا بقصرك سواق داوة يعني قصرك هنا بقرو كاكا أولي إك تخوي وايا إيشكا نوالا كما طينت الفدن بسياعي يا كما طينت بسياعي الفدن او هاتوا اشكي غوريوا قلبي كردوا دي ام قلبي يا سبلا ام مقبوله وكو خطيب قزويني افني افنينا والله مقبوليه بو تشكال لم يتضمن اعتبارا لطيفا او اعتبارا لطيفا كلا قولك يا شواهب مهما تن مغبره ارجعه كأن لون أرضه سماؤه أو مبالغه كلويه أبو ليرنية اعتباري لطيفة يعني ونكتة يكي معتد بها يعني يو ديتو
كعبي قلبك إيش قبولني باشا. كما طينت بالفدن أي القصلي السياع أي الطين المخلوط بالتبني لقل كقركوت يكل كدوه. والمعنى كما طينت الفدن بالسياع قوي معنى الراسقين من عبارة أمية قلقت بيجي تشون خان وكوبو قرس وعقداوة علي أو حشترة أو نيا تشوريو شحمو بيو قرتوا وقت شون آوا چرچولوشی و چالو چالی دیواری قصری که با قرآوس و قدری صافی که جوانی که هیچ چالو چالی تیان نمینه، امی چالو چالی لاشی آن ماو، گشتی بود به چوریو گشت. یه رالی چی؟ بلام امامی تفتازانی افرمی ولی قائلین ای قوله. علی من علی رقصیه کم هیه. قصیشم چیه؟ الی مادم تو بریاره کل سر هبون و نبونی انتظمن و ایلم یتظمن مادم قسکی تو لسر او خالیه دی من یسایت وانم بیجم اعم دی رشی علی شهر تظمن ایسا تو پیورکو دانه نو با جا کرنوی باسکا لواک آیا قلبک مقبوله یا مقبول نیا پیورکو چیا انتظمن ایلم یتظمن إن تضمن قلبك مقبولة إن لم يتضمن اعتبارا لطيفا إتروكات الردة أي الحملة ما لم يورك أويا لأجاب على سن مثالك عن حسب لمثالي كما اختوخ وابك بالفعل تضمن اعتبارا لطيفا كبريتيب لو مبالغك لباب نسر أم نمون يدوما كبلايتو ومردودة بلايتو ومردودة بلام ولي قائل أن يقول كسيك يسأتواني لرقسي يبكى بلي شي بلي انه يتضمن من المبالغه في وصف الناقه بالسمن ما لا يتضمن قولنا كما طينت الفدن بالسياع قال والله ما لا من واهسكم لم جيغا قلبك كرا ومبالغيت ياه بس يا زان مالي ام عبادته براودك لغير عبادتك يتر كما طينت الفدن بالسياع تيسالي شي كما طينت بالفدن سياعا دي بي بروسر أصلكي كما طينت بسياع الفدنة وانا لي أو معنى راسقين كينية أرد سيديك ليرة مبالغية كتيايا ليرة مبالغية كتيايا كما طينت بالفدن السياعة قيل أصعب بسياع الفدنة بس يستغلي بالفدن السياعة مبالغة كتشي ملايين قال لإيهامه أن السياع قد بلغ من العظم من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل والفدن بالنسبة إليه كسياع بالنسبة إلى الفدن قال مبالغة كاللواية كاكا أم قرو كايك توقرتو تتوابو أنباسه بو سعقداني درو ديواري قصر و کشک و بالخانه که اما نه زور و گوره حسیو که او بو با باس راسقینه که و قصر که فقیر بو با باس گیلاوه که باشه او بو با باس که راسقینه ام بو با باس گیلاوه که عادتا شتی راسقینه شتی لاوه که که خزمتیه که کسی خوی الاساسو ام خزمت کاره ام سياعه بو سواقداني ديواركاتوه بس عليه او نزوره قصرك حسيبك بو بشتيكي بچوك لباليه كبو بشتيكي بچوك حسيبك بقصرك امو سواقداوه ايه مبالغي ملجا هروكوي ابو حنيفتك ابي يوسف كواي رونا كابي امرخنا قرى قريكي تبيجي چي قريكي تبيجي من لأصلي تحقيقك ودعوايتو اشكال منيا بس لو نمونيك هنا وتتوب حالتي دوم كأنما بلايت وهو لم يتضمن اعتبارا لطيفا والله من أقصد بقبولني أصدق سكتم قبولك إن لم يتضمن ردة أقصد مقبولة بس نمونك مقبولني كبلايت وهو لم يتضمن اعتبارا لطيفا بوش لم يتضمن برا والله لإيهامه أن السياعة قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصيح سيبك أو بوب بناك دعاتر والفدن بالنسبة إليه كسياع بالنسبة إلى الفدن
ولا قصرك نسبة أو وكو قراء وكي لهاتو نسبة بقصرك لبري أو بيشين ولا با قصرك بقراء وكا سواق دين ألين تخوالي قربا أم قراء وبم قصر سواق دين يوم بالغي ملاجة كابي اعتباري لطيف تيابو ياتي أنا بو إيه الحمد لله كابي مش مقبولة يانا يعني. أم نمونة إيش مقبولة نمونة طالما قال نمونة كي تربيانينا ولا سر وكي اعتباري لطيف تيانا بي أو نمونة مردودة بس كاري إمامي سكاكي راس بي يا أخوة هل يخسري باسكي بريو فرموي والله بلاي منوا مطلقة اعتبار اللطيف تابي يا تابي النبي هل مقبول شكو هل شو نبي ملاحتي كي ارتيايا هل شو نكبي شتيكي غريب وجوانا هل شو بخوا قصي قولي برامبري معقولة على باب خلافي هنا أخوي من ما هو تبا هل شقصي موافقي مقصود ومطلوب وباهم يوابي يبقى بلاغي يعني شي إثر الحمد لله أو باسي أحوال مسلمين هي تواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين والحمد لله رب العالمين.